يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. شوفوا قدامكم الشاشه، قبل 30 دقيقه نزل التريلر الاول لفيلم دكتور سترينج، واللي هو واحد من الافلام المنتظره جدا في عالم مارفل السينمائي في المرحله الجديده. ليش؟ لانه راح يكون البوابه الرسميه للعوالم الموازيه والفوضى اللي راح تتسبب فيها انفتاح البوابات الخاصة بالعوالم الموازية. معليش عندي كحة، فراح تلاحظوا قصقصة كثير في الفيديو. على كل حال نبغى نروح نشوف التريلر مع بعض ونحاول نفكفك جزيئاته قد ما نقدر. 1 مليون مشاهدة. يقلع ام الرجل اللي مسوينها مارفل. في حاجة مهمة لازم تعرفوها. صرحوا، يعني في كلام جاء كذا من مارفل، يعني زي ما يقولوا ايش طرف علم، انه الاعلان الخاص بفيلم دكتور سترينج راح يقلب الانترنت فوق تحت. لماذا؟ خلونا نشوف الحين. 2:16. اوكي ليتس جو. يلا يا كريم. Every night I dream the same dream. اوكي الف سلام. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes. اوه عبلة. حلو. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. What are those? I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. What the? Should tell him the truth. Things just got out of hand. Damn. You break the rules. Look out. Yo, Sater. I do it. I become the enemy. يا الله. ليه؟ وين اللي بيقلب الانترنت؟ اوكي في شغل كثير في الاعلان، بس ايش اللي بيقلب الانترنت؟ لحظة مخرج. واضح انه دكتور سترينج قاعد يشوف كوابيس. ايش هي الكوابيس هذه؟ ما حد عارف، ولكن يبدو انها ايش جالسة تجيله بشكل مستمر، لانه هذا اللي قاله. اوكي دكتور سترينج بيشوف كوابيس انه فيه اشياء غريبة جالسة تصير، من ضمنها اوكي هذا هو، اي هذا دكتور سترينج. حلو. طيب هذا كابوس. The nightmare begins. I did what I had to do. طيب I did what I had to do، يعني سويت الشيء اللي انا لازم اسويه، اضطريت اني اسوي اشياء كثيرة. يمكن يقصد التلاعب اللي صار في فيلم نو واي هوم، ويمكن يقصد انه ضحى بحجر الزمن في سبيل حماية الكوكب او العالم او الكون من دكتور من ثانوس. ولكن الاشياء الحمراء ذي على يبدو ان لها علاقة بحجر الواقع. هو الواقع؟ يب، الحجر اللي تشكل فيه الواقع الاحمر. بس مدري
برضو تظل جزء من قدرات دكتور سترينج انه يسوي اشياء غريبة مو شرط لها علاقة بالاحجار. اوكي ممكن يكون الدارك هولد الكتاب، تصدقون ممكن الدارك هولد صح؟ اي اظن لحظة شوف اي والله في كتاب، في كتاب دكتور سترينج سوى زي التعويذة، شايفين الكتاب؟ اي هذا الكتاب دكتور سترينج سوى زي التعويذة ورماها داخل الكتاب، ربما لغرض له علاقة بالأكوان الموازية. بنشوف شايفين طمس أبوه حلو حلو. أنت كمان يا دكتور سترينج تبغى تحمي الزمن وتبغى تحمي العالم وتبغى تساعد سبايدر مان وتبغى تنقذ كل أهجد، هدي اللعب حلو. You open the doorway between universes. جاب العيد. We don't know who or what will walk through it. هذا يقول له صديقه، يقول لك تراك فكيت أم الأبواب حق العوالم على بعض، جبت أم العيد فيما معنى. ويبدو أن نظرة الدهشة دي على حبيب الدكتور سترينج على شيء قاعد تشوفه يحصل لدكتور سترينج أو للعالم. فوضى. واندا. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. شايفين الأشياء الغريبة دي؟ هذا مو المكان اللي تدرب فيه دكتور سترينج، بس ما أفتكر إنه كان فيه حيوانات غريبة صح؟ ممكن من عالم موازي؟ أو إنه ما جابوهم يعني لا أكثر. He was right. ما حد عارف ايش اللي صاير هنا، ولكن ركزوا في شيء مهم يمكن ما ذكرناه في الاعلان الماضي. البنت هذه ماني داري ايش اسمها، امريكا، لها عندها قوه لها علاقه في العوالم الموازيه، والبنت اللي ورا دكتور سترينج هذه ما هي، ماني داري ايش قلت في الفيديو الماضي، ولكن هذه هي حبيبته، بس ماني عارف ليش جابها هنا معه. I'm sorry, Steven. طيب بالنسبه للحبيب انا ذا، هل هو فيرينت ولا هو الشخص الحقيقي نفسه؟ بس رجع لنا بعد فترة بالمنظر ذا ربما، بس يبدو انه مرة 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 وراء مشاكل ما هو وجه خير. هنا 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 انلحس مخي انا، هنا انلحس مخي، ايش المكان ذا؟ هل معقول يكون في التي في ام اي اللي هو المكان اللي كان فيه لوكي؟ ما اتوقع، لانه فيه رجال آليين يشبهون يشبهون الترون، ياب يشبهون الترون. هل ممكن تكون ذي نسخة لدكتور سترينج في عالم موازي ثاني يحكم الترون؟ جاي صح؟ ميك سنس، والله ميك سنس، لأنه دكتور سترينج هنا شكله مختلف إلى حد كبير. ولو شفت البوسترات اللي تم نشرها لفيلم دكتور سترينج القادم، ترى راح يكون في 3 نسخ لفيلم دكتور سترينج، لشخصية دكتور سترينج 3 نسخ. دكتور سترينج تبعنا والشرير وفي نسخة ثالثة، إيش هي الثالثة ذي؟ الله أعلم. بس في شيء غريب هنا، ذولي 100% وبنسبة كبيرة تبع ألترون، بس ربما من كون ثاني. We should tell him the truth. يا أخي الصوت ذا ودي أميزه اللي قال We should tell him the truth. لا هذا دكتور سترينج حقنا يا جماعة، ما هو نسخة ثانية، ما هو نسخة ثانية، بتعرفون بعدين ليش. هذا دكتور سترينج حقنا. طيب هنا دكتور سترينج مع البنت اللي أقول لكم عندها قوة خارقة اللي هي مدري إيش أمريكا، أنسى اسمها، بس قوتها الخارقة اللي هي لها علاقة في العوالم الموازية، أتوقع عشان كذا بيستعين فيها دكتور سترينج. هنا شايفين الواقع كيف بدأ يتفكك، حجر الواقع ما عاد موجود، الأحجار كلها بشكل عام في عالم دكتور سترينج في عالم مارفل السينمائي اللي إحنا عرفناه ما عاد لها وجود. فهل ممكن إنه يكون المكان اللي موجود فيه حاليا دكتور سترينج او الاكوان لما انفتحت لبعضها ممكن يكون جاء شخص عنده حجر الواقع وبدا يتلاعب في الواقع؟ لانه لو تفتكرون ثانوس سوى نفس الحركه ذي، سوى حاجه مشابهه زي كذا، فهذا تلاعب في الواقع مش بس في الاكوان الموازيه. حلو هنا دكتور سترينج الشرير او سوبريم دكتور، لا هذا هو سوبريم دكتور سترينج وهذا تبعنا اتوقع، لحظه يب ده هذا تبعنا وهذا النسخه الشريره او دكتور سترينج سبريم اللي هو مره معضل، بس ما راح ندري هل توجهه بيكون شرير هنا ولا مثل وات اف يعني بيكون يحاول ينقذ حبيبته بعدين يندم ويساعد العالم. بنشوف. هذه ما
لاحظت ان قوتها تشبه قوة كابتن مارفل اللي توها كانت تطير البنت؟ كأنها كابتن مارفل. كابتن مارفل ما اتوقع، ما هو باين بس لابس قناع الشخص ذا والشيء ذا اللي يطير لابس قناع، فما ادري اذا هو كابتن مارفل ولا لا. طيب اوكي، الشيء ذا قاعد يتضارب مع واندا ولكن مش سكارلت ويتش. ركزوا اننا بنشوف سكارلت ويتش واندا، فما ادري ايش السالفه. يا الله يا الله يا الفوضى اللي صاير. ها شوفوا 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 شوفوا، هنا في نقطه جدا مهمه. لحظه، واضح انه في عالم من العوالم دكتور بس واضح من القلابات العاليه هذه، واضح انه هذا دكتور سترينج سبريم، النسخه الشريره من دكتور سترينج، ويبدو انه في عالمه مره مسيطر لدرجه انه في تمثال على شكله قدام المبنى الخاص بالسحره في نيويورك. ايام اوكي اوكي، شايفين واضح انه واندا هنا، او خلينا نقول سكارلت ويتش تجيب العيد وتجي نسخه ثانيه منها من عالم موازي، ما زالت واندا ما صارت سكارلت ويتش، تحاول تطبطب عليها وتساعدها، او اللي قاعدين نشوفه في الفيديو تمسح على خدها طبطبه. اعرف مين هذا، مين ذا اللي قاعد يضارب هذا مين؟ اوه وونغ صح؟ اي وونغ اظنه، ذاك الاسيوي. اوف هنا الفوضى، هذا نفس المشهد اللي صار في وات اف لما بدا يتفكك نسيج الكون ويتبخر ويصير لا شيء. هذا المشهد اللي جلطني يا جماعه، شوفوا دكتور سترينج، بس هذا سبريم ولا دكتور سترينج حقنا ولا النسخه الثالثه؟ دايم اوه عبله اوه عبله اوه عبله، لا 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 ماي 6 دايم، يعني بعد كم، يعني بعد كم، بعد تقريبا 3 شهور. حلو، بس حطوا في بالكم حاجة يا جماعة، دقيقة أول شيء 165 ألف لايك في 30 دقيقة، 1,000,000 مشاهدة، توب كومنت between this and no way home Marvel is at the top of their game. I agree صراحة. طيب ما أدري صراحة إيش اللي كانوا يقصدوه، أو إيش التسريبات اللي طلعت وقالت أوه خلاص الإعلان الجديد تبع دكتور سترينج راح يفجر الإنترنت. ما أتوقع إنه ذا الإعلان يقصدون، يمكن الإعلان الثاني أو الإعلان الثالث، لأنه أوكي الإعلان مرة فخم كل شيء تمام، بس ما هو الشيء اللي راح يقلب الانترنت. انا ما ابغى احرق عليكم او شيء، ولكن في تسريبات تقول، ما راح اذكر شيء لا تخافوا، في تسريبات تقول انه في هذا الفيلم راح تظهر اكثر من 25 شخصيه رئيسيه من عالم مارفل ومن عالم ثاني له علاقه بمارفل، يعني سبايدر مان نو واي هوم، شايفين الضجه اللي سواها، فيلم دكتور سترينج ربما راح يسوي مثلها أضعاف وأضعاف، وأنا عندي إيمان شديد إنه فعلا هذا اللي بيصير. فما أدري إذا في شيء ما لاحظته اكتبوا لي في التعليقات، لأنه في النهاية إحنا بشر، غير إنه عندي كحة جالس أكحكح طول الوقت. طيب الله يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، شاركونا تحرياتكم حول هذا الفيلم، وبإذن الله الإعلان القادم راح يكون فيه تفاصيل أكثر وراح نتناقش فيه بشكل أكثر. الله يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.